مرحبا بكم في قناة نوريتسا. فعلوا الجرس واضغطوا على زر اللايك ليصلكم كل جديد. بيتزا سريعة التحضير، ديونة وطعم هائل. طريقة التحضير: كوب ونصف دقيق، ملعقة صغيرة باكنج باودر أو خميرة الحلوى، ملعقة صغيرة سكر، وملعقة ملح، وكوب وربع حليب سائل، وربع كوب زيت الزيتون. نخلط الخليط جيدا حتى يتجانس. نأخذ مقلاة على نار هادئة ونمسحها بالزيت الزيتون. نكب الخليط ونحط العجين بعدما ينشف. نحط عليه صلصة البيتزا أو الطماطم المفرومة. نضع جبن الموتزاريلا. زيتون أسود. فلفل بارد. أي شيء تحبون تحطونه على ذوقكم. وها هي جاهزة وبالصحة والراحة. جربوها لن تندموا.